خير. كمشرفين على تحكيم هذا القطاع بالإقليم، هل أنتم مرتاحون لواقع تحكيمي بتراب عمل الشخص؟ الواقع العقاري يطرح مشكل، هناك صعوبات، مجموعة من المؤسسات كانت مضمجة لم يتم البناء فيها، لماذا لا تفكروا وهل تفكروا المديرية في البناء العمودي؟ لماذا لم تفكروا في البناء العمودي؟ نجد مؤسسة التعليم الخصوصي تجفيها من الأول إلى البكالوريا، لماذا يرخص في القطاع العام وفي القطاع الخاص وفي القطاع العام لا يتم هذه الهندسة؟ ثالثا بالنسبة للنقل الدراسي، أنتم شركاء مع مجلس العمل، وحبنا لو تطلعونا على تفاصيل الحقيقة اليوم محفظة هنا بالمعايير التي وكيف يتم توزيعها والعالم المستفيد منها. شكرا جزيلا. على اين بعجاله حتى نتفاعل معك؟ على اين الا قلنا مرتاحين راه غادي نوقفوا، اكيد ما عمرنا نكونوا مرتاحين يعني بشكل كبير جدا، لانه دائما خص المجهودات يعني تتضافر من اجل التجويد ومن اجل التحسين. يعني دائما راه غتكون عندك اخطاء، انت تجتهد راك تخطئ تاره تصيب تارات اخرى، ولكن راه وانت كتقدم راك تصحح العفوات ديالك. ولكن متاحون أن هناك تطور إلى الأحسن في التعليم الأولي. واش اليوم الوحدات ديال التعليم الأولي لا تضاهي بل تتجاوز الخصوصي، رغم أنه الخصوصي هو مدرسة مغربية أيضا ومؤسسة فيها وليدات المغاربة وفيها الموظفين والأطر المغاربة. في التعليم الأولي رحنا في 78% من التغطية، على مستوى المؤسسات رحنا كنتقدموا في التجويد وفي التحسين، على مستوى بنيات الاستقبال، على مستوى كترتفع الاعداد ديال القاعات المجهزه مثلا بالحواسيب في اطار جيني، مشينا مثلا على مستوى دائما التربوي لي فاليز ملتي ميديا، هذيك الحقائب رحنا تقريبا كنعموها على جميع المؤسسات، على مستوى البيئه ايضا مؤسساتنا، وهذا الصبغ غنعطيه لانه لاول مره غنعلن عليه. فازت السنه الماضيه عندنا 6 ديال المؤسسات اللي فازت باللواء، هاد السنه واخا النتائج مازال ماشي رسميه 10 مؤسسات فازت باللواء الاخضر من سنه. اذا هذا كيعكس المجهودات اللي كيديروها المتدخلين، المكونات ديال المنظومه، الساده المديرين المشكورين، المنتخبون ايضا، السلطات المحليه على راسهم السيد العامل المشكور، لان عندنا في سلاه هاد التعبئه الجميله حول المؤسسه. الى خدينا مثلا غير واحد مجموعه ديال البرامج اللي هي راه كتدخل في الجانب ديال التربيه والتعليم وفي اصلاح المؤسسات واصلاح بنيه الاستقبال. عندنا برنامج تقيس الفوارق المجاليه البي ار دي تي اس، عندنا المبادره الوطنيه اللي في الحقيقه راه دايره واحد التدخلات جميله جدا، وعندنا برنامج تأهيل المدينة العتيقة اللي كتستافد منه 5 ديال المؤسسات، بن عباد وبن شقرون ولا الحسنة والدكالي، والخامسة هي النهضة. والنهضة هادو كلهم إلا مشيتو زرتوهم مؤسسات ولات في حلة جميلة جدا. راه الفوفوار هذا ثاني كنقولوا حنا راه مازال عندنا إكراهات، مازال عندنا مشاكل ديال النقل المدرسي، ديال الجانب هذا التاخر اللي عندنا في بناء التعلمات، بنيات عندنا مؤسسات اللي خصنا ندخلوا فيها البنايه ديالها مازال مهتلئه وحنا كنبرمجوها على مراحل، ولكن كاين مكتسبات اللي ممكن انه خصنا نتمنوها باش نقدروا انه نستمروا. النقل المدرسي على اين هذا كتقوم به جهات شركه مشكوره، المبادره المجلس العماله مشكورين اللي وفر واحد الاسطول مهم هذه السنه بين سهول وعامر، واللي كيساهم في الحد من الهدر المدرسي بشكل كبير، كما مليون محفظه ايضا. راه ملي كنقولوا واحد 6 المليون درهم راه ماشي سهله، على الصعيد الوطني 500 مليون درهم اللي تخصات المليون محفظه، راه 6 المليون في سلا، 92 الف تلميذ وتلميذه اللي استفدوا، 137 مؤسسه خصوصيه، 6 وتقريبا 60 مؤسسه عموميه،
92000 راه تقريبا نصف ديال التلاميذ ديال 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 سلا يستفيدون من المبادره الملكيه من المحفظه في اطار الدعم الاجتماعي وفي اطار ايضا مساعده الاسر على تحمل اعباء التمدرس وفي اطار ايضا مساهمه محاربه الهدر المدرسي. سنه انجازات الرياضيه في سلا ومشيناش وراه كان حفل في نهايه السنه خاص بالتميز الرياضي وراه حتى في فيسبوك راح نشرنا الانجازات الرياضيه بكابسول اللي دارها فريق التواصل ديال المديريه. اكثر من هذا راه مشينا للتميز الدولي بزاف الجوائز الوطنيه جوائز دوليه في فرنسا. وبالتالي ان المدرسه بطبيعه الحال هناك مشروع اللي غتاثر الجمعيه الرياضيه في الجامعه الملكيه للرياضه المدرسيه مع مفتي الشيء المادة مع المصلحه المخصصه ديال مصلحه الشؤون التربويه على اساس انه توسيع وهذا جاء حتى من الوسط ديال السيد الوزير اعطاء اولويه لانشطه الجمعيات الرياضيه وللانشطه الرياضيه وحتى بالنسبه للانشطه الحركيه واللي غتكون جات هذه المرات في اطار التعليم الابتدائي. اذا الرياضه اكيد عندها المكانه ديالها وان شاء الله ربما اللقاء المقبل غادي نتقدموا فيه للمناطق الاعلاميه هذا المشروع ديال الرياضه ونقدموا فيه المشروع ديال مؤسسه التفتح بشكل جديد اللي غادي في القريب العاجل غادي تخرج مذكره من اجل فتح باب التباري لانه بالنسبه لمؤسسه التفتح على اساس اننا بغينا نجيبوا النخب لان هذا مجال اللي ما بقاش فيه ربما نسمحوا للارتجال ولا نتعلموا ولكن عندنا سبب لان في هاد 6200 استاذ استاذه وفي هاد 3200 اللي كاينين في التعليم الخصوصي وفي هاد 1000 اطار تربوي اكيد غادي نخرجوا اللي غادي تخلط على المستوى الرياضي على المستوى الفني على المستوى الثقافي تعطينا واحد المشاريع اللي تنتج لينا ماشي بالضروره تنتج لينا واحد النخبه ولكن تعطينا حتى نمص حتى الممارسه الرياضيه والمجال التنشئ الثقافي والتنشئ الفني واحد مجموعه كبيره من التلاميذ. شكرا جزيلا.